بلا جوع بلا بطيخ، نودلز الصينيين على السريع من مطبخ آلاء إيزولي. طنجرة واحدة وبدون مانكو مجلي، امتى ما اشتهيتوا خلال 10 دقائق فيكن تجهزوها. بدي 500 جرام معكرونة عضوية من متجر سمات، وبهي الزبدية رح عاير كل عياراتي. حطيت بصل، حطيت جزر، حطيت ملفوف، حطيت فلفلة خضراء وفلفلة حمراء وفلفلة بردقانية. وبدي معلقة كبيرة ثوم مهروس، ورح عاير بنفس الزبدية نص زبدية زيت زيتون، 3 ارباع الزبدية صلصة الصويا المعتدلة، وعندي هون كمان خل عضوي رح حط منه معلقتين طعام. بدي بهرب معلقة معلقة على الماشي ملح، بودرة ثوم، بودرة بصل وبابريكا، أما الفلفل معلقة صغيرة. على هدول المقادير رح حط لتر ونص مي أو حسب نوع المعكرونة اللي عندكم. بحطهم على نار عالية وبحركهم كل شوي مشان ما يلزقوا، بستناها لتنشف مرقتها شوي وتستوي المعكرونة. بدوق ملح، إذا حسيتها محتاجة ملح أو صويا بزيد لها. بنقدم معها البصل الأخضر والسمسوم، وهلأ بسم الله هندوق. ولا أطيب. طبعا المنتجات العضوية جوزي بيجيب لي اياهم من السفر من متجر سمات، عندهم خصم 15% لمدة اسبوعين، كود الخصم 1444.